عودة للوعي وهذه تتكرس. شوفوا إلهان عمر، شوفوا هاي الإنسانة الصومالية العربية الرائعة اللي انتخبت في ولاية أمريكية وصلت للكونغرس وتتصدى لأقوى لوبي في العالم، تتصدى للوبي الإسرائيلي وتدين الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة، تدين الاحتلال الإسرائيلي، تدين العنصرية الإسرائيلية ولا ترهبها كل هذه الحملات التي شنت ضدها، وظلت صامدة وأحيت حالة من الوعي في أوساط الأمريكيين. طيب هذه إلهام عمر والله أرجل من كل الزعماء العرب. وريني زعيم عربي الآن، من النادر جدا أن تشاهدوا زعيم عربي بيحكي عن فلسطين، بيحكي عن الاحتلال، بيحكي عن جرائم الاحتلال. وروني وزير خارجية عربي بيحكي عن عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بيحكي عن الظلم في قطاع غزة، عن قتل الممرضين والأطفال والمقعدين على 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 حدود قطاع غزة اللي بيتظاهروا سلميا. وروني واحد منهم. هذا الكلام اللي المعاداة السامية الآن، ايش تعني يعني معاداة السامية اللي بتضطهد الشعب الفلسطيني الآن؟ يعني انه انت تعاهد السامية هذا جريمة، لكن انه هاي اذا السامية او بعض المدافعين على السامية اضطهدوا الشعب الفلسطيني وفرضوا قانون عنصري اللي هو قانون المواطنة او القومية في اسرائيل، هذا شيء كويس، هذا عادي جدا. لكن انه تقول والله تنتقد المجازر الاسرائيلية اصبح معادي للسامية، شيء امر غريب. هل الهان عمر اللي تصدت لهذا الامر والله لم يتصل فيها وزير عربي، لم يتصل فيها سفير عربي، لم تدعوها دولة عربية انها تزورها، بدهمش، خايفين على ايش؟ خايفين هذه بنته مش خايفة، وبنت شجاعة مش خايفة، انتم على ايش خايفين؟ هذه الحقيقة. ليش الخوف؟ ليش الرعب؟ ليش احنا بنكون رجال يا اخوان؟ انا مش خايف من التطبيع كتطبيع، هذا شفناهم وللاسف يعني في شعوب ما تظاهرت ضدهم وزاروا عواصمنا او بعض عواصمنا. انا خايف انه يتحول هذا التطبيع ليصير تحالف امني وعسكري، احنا نصير خدم عند الاسرائيليين، احنا نصير جنود تحت القياده الاسرائيليه، وهذا اللي بيصير. هيك بدها ايانا امريكا، بدها ايانا نكون خدم عند الاسرائيليين، بدنا نتنياهو يكون زعيم علينا بحجة انه والله احنا بهددنا الخطر الايراني. لا، الخطر الاسرائيلي اللي بهددنا، الخطر الاسرائيلي اللي بيحتل القدس وبيحتل الكنائس وبيحتل المعابد وبيغير الهوية العربية للقدس المحتلة وبيغتصب الارض، هذا هو اللي بغير. يعني شيء احنا لازم والله لازم نتحرك، والله لازم احنا يعني نتصدى لهذه الهجمة. احنا لازم نكون في خندق المقاومة، مقاومة الاحتلال بكل اشكاله وبكل اشكال المقاومة ايضا. يعني بحطوا حزب الله وبيجرموه، طب بتجرموه؟ ليش بتجرموه؟ طب ليش بتجربوا ايضا الاحتلال الاسرائيلي؟ ليش بتجربوا العدوان الاسرائيلي على غزة؟ التقرير لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة قال بانه اسرائيل ارتكبت جرائم حرب على حدود قطاع غزة وقتلت الابرياء هناك وجرائم ضد الإنسانية. طيب ليش وين التحرك العربي اللي يقول لهؤلاء الناس انه هؤلاء هم المجرمون، هؤلاء هم الإرهابيون، مش اللي بيقاتل من اجل ارضه، من اجل عرضه، من اجل شرفه؟ هذه الحقيقة. فانا يعني بجد يعني انا اشعر بان هناك هبة عربية، هذه الهبة بدأت تتبلور، هناك وعي عربي، هذا الوعي العربي بدأ يتبلور، الشارع العربي بدأ يتحرك، الشباب العربي بدأوا يتحركوا، مش يتحركوا عشان لقمة العيش، لا، بدهم يتحركوا كمان عشان قضايا الكرامة وعزة النفس والهوية العربية والإسلامية، بيتحركوا للعدالة، من أجل العدالة، بيتحركوا من أجل المساواة، بيتحركوا ضد العنصرية بكل أشكالها، ضد الدكتاتورية بكل أشكالها، من أجل الديمقراطية الحقيقية. هذا هو المستقبل. عشان هيك مرة ثانية بقول أنا متفائل، وشكرا لكل من يتصدى للتطبيع، شكرا لكل من وقف في المؤتمر الاتحاد الدستوري العربي أو اتحاد البرلمانات العربية وأدان التطبيع، وشكرا لإلهان عمر، وشكرا لحركة المقاطعة، وشكرا لكل الشرفاء في هذه الأمة. وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله.